كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، كان استشهاد عمر رضي الله عنه بعد تلك الحياة الحافلة من أكرم وأشرف وأسمى ما يرفع من قيمة الحياة. لقد كانت اللحظات ما بين أن طعنه الغادر الأثيم وبين إسلامه الروح إلى باريها كلها دروس وعبر. استشهد عمر وهو من هو تقى وزهدا وورعا وعدلا ومكانه لدى كل فرد من أفراد رعيته مسلمين وغيرهم، بل استشهد وهو خير خلق الله الأحياء على ظهر البسيطة يومئذ. اغتيل على يد أثيم حاقد مجوسي كافر. استشهد ولعلم كل يشهد حين ذاك أنه ملأ جنبات الأرض مثلا عالية ومبادئ سامية. استشهد وهو طاهر متوضئ متجه إلى ربه. استشهد وهو يصلي لله عز وجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن كنت لا أعمل بأعمالهم. استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مهيب مهاب تملأ هيبته القلوب. استشهد في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روضة من رياض الجنة ما بين القبر والمنبر. استشهد وهو يؤم المسلمين حين كانت الجوانح ساكنة والقلوب خاشعة وتجليات الرضا غامرة ونفحات الإحسان دانية. على تلك الحال أصابته طعنات المجوسي اللعين. عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يعالج الموت: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر عليك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة عائشة. فأتى ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة فسلم عليها واستأذن ودخل، فوجدها قاعدة تبكي، فقال ابن عمر: يقرأ عليك عمر السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله وأبي بكر. فأخذت عائشة تبكي وقالت: كنت أريد ذلك المكان لنفسي، ولأوثرن به عمر اليوم على نفسي. ورجع عبد الله إلى أبيه، فلما أقبل على عمر قيل له: هذا عبد الله قد جاء.
قال عمر ارفعوني، فأسنده رجل إليه، فقال عمر لابنه عبد الله ما لديك؟ قال ابنه عبد الله الذي تحبه يا أمير المؤمنين قد أذنت عائشة لك بأن تدفن في حجرتها بجوار صاحبيك رسول الله وأبي بكر. فتهلل وجه عمر وقال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المضجع. ولسان حاله يقول وافرحاه وطرباه، الآن ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ثم أسلم عمر الروح إلى باريها. لقد مات من كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. قال ابن عباس وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي، فإذا هو علي بن أبي طالب. فترحم على عمر وقال ما خلفت أحد أن أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك رسول الله وأبي بكر، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. حمل المسلمون جنازة عمر، فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ، فما أصابهم حزن مثل حزنهم إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. يقول أنس والله إنا ظننا أن القيامة قد قامت يوم مات عمر. وخرجوا وقد اغبرت الدنيا في وجوههم، وتغير كيان العدالة، وضربت الأمة في أعز ما تملك في رجلها وزعيمها، في أستاذها وقائدها، في شيخها ومعلمها. حملوه والبكاء يملأ شوارع المدينة، اختلط بكاء الرجال والنساء والأطفال. صلى على عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر، هناك صلي عليه، والذي صلى عليه صهيب بن سنان. فقد نظر المسلمون فإذا صهيب يصلي لهم المكتوبات بأمر عمر رضي الله عنه، فقدموه. ولم يقدم عمر رضي الله عنه أحدا من الست المرشحين للخلافة، حتى لا يظن أن تقديمه للصلاة هو ترشيح له من قبل عمر، كما أن صهيبا كانت له مكانة عظيمة وكبيرة عند عمر وعند الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال عمر في حقه نعم العبد صهيب. دفن عمر بن الخطاب حيث أكرمه الله مع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، مع أبي بكر الصديق. تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي، وأخلع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، حياء من عمر. أيها الإخوة، نعم لقد دفن عمر، ولم تدفن أيامه، ولم تدفن سيرته، ولم تدفن أعماله، وإنما هي باقية بقاء هذا الدين. دفن عمر وما زال المسلمون ينعمون بالإسلام في العراق التي فتحها عمر، وما زال المسلمون ينعمون بالإسلام في الشام الذي فتحها عمر، وما زال المسلمون ينعمون بالإسلام في فلسطين التي فتحها عمر، وما زال المسلمون ينعمون بالإسلام في مصر التي فتحها عمر، وما زال المسلمون ينعمون بالإسلام في ليبيا التي فتحها عمر، وما زال المسلمون ينعمون بالإسلام في إيران التي فتحها عمر.
فتحية إليك يا ولي الله، تحية وسلاما عليك يا خير من جاء بعد رسول الله وبعد صاحبه الصديق. فالآن تنعم يا عمر، الآن تنعم يا عمر بجوار من أهدى البشر، فسقى رفاتك وابل من ماء غيث منهمر. أيها الأخوة، إن المتأمل في أيام عمر يجد البون شاسعا بيننا وبين هذا الجيل الشامخ، لكن المحب لعمر بحق يسعى للتأسي به ويجاهد نفسه ليقترب من خيامه، وعندما يعلم الله سبحانه وتعالى صدق التوجه في الوصول إلى هذه الأخلاق العظيمة فإنه سبحانه وتعالى يعين من هذه حاله ويأخذ بيده ويهديه سبيله المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع أن القصور عن السلف الصالح ملازم لمن جاء بعدهم، ولكن حسبنا أننا نحبهم ونجلهم، وإن قصرت أخلاقنا وأعمالنا عنهم ونحتسب عند الله جل وعلا أن يجعلنا معهم ويحشرنا في زمرتهم كما جاء هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أعددت للساعة؟ قال الرجل لا شيء، لا شيء إلا أني أحب الله وأحب رسوله. قال رسول الله فإنك مع من أحببت يوم القيامة. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ثم يقول أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن كنت لا أعمل بأعمالهم. فاللهم إنا نشهدك على حبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين الأربعة وبقية العشرة وأصحاب الشجرة والتابعين لهم بإحسان. اللهم ألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم، وإن قصرت أعمالنا وأخلاقنا عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي من فضله ألقى علي الستر ثم كساني وهدى فؤادي كي يصوغ حديثه صورا تفيد الشيب والشبان. يا رب فاجعلها لوجهك كلها متكرما ثقل بها ميزاني. ثم الصلاة على النبي وآله ما صاح صداح على الأفنان والصحب والأتباع من ساروا على سبل الهدى والخير في البلدان. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى